ترتفع العدسات في زاوية فوقية لتأخذ للصورة مشهداً أوسع، وكعادة المشاهد الواسعة يكون احتمال الخلط فيها أكبر، لكننا لن ندعك لهذا الخلط. هذا المشهد لمستوطنين إسرائيليين يقف أولهم على شباك ضابط المعابر البرية المصرية يستعد لختم جواز سفره والدخول إلى مدينة طابة المصرية بغرض السياحة، وينتظر آخرهم دوره للدخول إلى نفس الوجهة مصر. نفس هذا المشهد لو توافرت تكنولوجيا التصوير المتقدمة قبل 40 عاما بالضبط كنت ستراه ربما يصل لحد التطابق، لكن في الاتجاه المعاكس أول هؤلاء سيكون مسرعا للهروب نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرهم كان يحلم بتلك اللحظة التي يعبر فيها هربا من قبضة الجنود المصريين الذين حررت أرضهم للتو بحكم دولي بعد حرب خاضوها قبل سنوات وانتصروا فيها على عدوهم الذي احتل شبه جزيرة سيناء لست سنوات كاملة. لا يقطع أحد بأن هذه المفارقة مقصودة، أن تكون هذه الأيام التي يتدفق فيها الإسرائيليون لإقامة حفلاتهم على أرض سيناء التي أراقوا عليها دم المصريين قبل 40 عاما هي نفسها ذكرى تحرير سيناء الذي اعتبرته الدولة المصرية عيدا قوميا. ولا يلزم أحد أيضا أن هناك تقصد بأن يكون الجيش الذي حارب المحتلين وانتصر في عام 1973 عبر الخنادق هو نفسه الجيش الذي استعد اليوم لاستضافتهم وتأمينهم في الفنادق ويتجهز لإقامة حفلهم الخاص في فندق تابع له قبل أن يتراجع تحت وطأة الانتقادات المتزايدة. لا أحد يقطع بشيء إلا شيئا واحدا، وهو أن ثمة تغيير كبير طرأ على عقيدة ذلك الجيش الذي حارب وانتصر وحرر الأرض. ذلك التغيير الكبير أفرز في النهاية جنرالاً رأى في الثورة المصرية خطر داهم، فقط لأنها أعادت إسرائيل إلى موقعها الطبيعي كعدو استراتيجي للمصريين. استنفر الجنرال قوته وانقلب على مخرجات الثورة، ودأب طوال هذه الفترة على تغيير عقيدة الجيش بمستوى قواعده من صغار الضباط والجنود، فلم تعد إسرائيل عدواً، بل العدو هو الإرهاب. الإرهاب الذي بحجة محاربته فتح السيسي المجال الجوي المصري أمام طائرات إسرائيل مرات عديدة، وفتح لمن يفترض أنهم مدنيون إسرائيليون أبواب البلاد بعد أن كانت محرمة عليهم. وإن لم يكن ذلك التحريم مقننا بحكم اتفاقية كامب ديفيد، إلا أنه كان محرما بالضمير الشعبي الذي أبقى الاتفاقية في حكم العدم منذ أن وقعها السادات. الاحتلال وحساب الوطن. تترسخ لدى السياسيين قاعدة أن عدو عدوي صديقي، من هذا المنطلق وحده دون حسابات أخرى تتعلق بالعروبة والإسلام تفهم أن أي قيادة سياسية لمصر تعتبر إسرائيل عدوا، فقد وجب عليها دعم الفلسطينيين لأنهم إن لم يكونوا أصدقاء على الحقيقة فهم على الأقل أعداء إسرائيل. وهذا كله إذا كان الوطن هو محور التفكير، لكن الواقع يقول إن الدعم في الجهتين من السيسي لإسرائيل والعكس، والحرب من جهة واحدة على الفلسطينيين الذين ضرب عليهم الحصار ومنع عنهم كل ما يمكنهم من الوقوف في وجه عدوهم وعدو مصر. الاختيار وسيناء. تبلغ مساحة سيناء ما يزيد عن 60,000 كيلو متر مربع غير مأهول بالسكان إلا من بعض البدو، وهي مساحة شاسعة إذا ما قورنت بقطاع غزة مثلاً الذي لا يتجاوز 400 كيلو متر مربع ويسكنه ما يزيد على 2,000,000 إنسان. يبرز السؤال هنا، لماذا لم تعمر سيناء إذا كانت قد تحررت بالفعل وخضعت للسيادة المصرية الكاملة؟ لو كان هناك اختيار غير الاختيار لساهمت سيناء في حل أزمات الإسكان، ولساهمت في تحسين اقتصاد البلاد بما تحويه أرضها من ثروات طبيعية، ولتحولت إلى درة في تاج السياحة المصرية. لكن يبدو أن قراراً تواطأت الأنظمة العسكرية المتتابعة على حكم مصر على أخذه بأن تظل سيناء بعيدة عن الوجدان المصري، يصعب على المصريين الذين ضحوا في سبيلها بالدم دخولها مفتوحة أمام الإسرائيليين حتى لا يلتقي على أرضها العدوان الحقيقيان.